problématiques juridiques qui sont très importantes que l'on doit aborder et voir les passerelles entre le e-learning, les téléconférences et le télétravail. Sont à la quatrième génération, Industrie 4.0, ils commencent à parler de Human Century City. Ce n'est pas vraiment une machine, mais un équipement, un budget aux alentours de 8 000 dirhams, on peut réussir facilement à lancer une business. C'est quand même le canal le plus puissant. Le point le plus important avec lequel je commence, c'est le fauteuil de travail. On va aller voir en détail pendant la présentation. Ma'rid SICAM, اللي هو معرض مراكز النداء والاتصال في المغرب الذي أسس في سنة 2004 في الدار البيضاء بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء. هذا المعرض وصل الآن إلى الدورة 20 ديالو. في خلال هذه 20 سنة نظم في الدار البيضاء لعدة دورات، وكذلك في مدينة فاس، مدينة وجدة، مدينة أكادير، وفروع منه اللي تنظمات في مدينة الرشيدية وطاطا. هذا المعرض الهدف ديالو هو أولا هو نقدر نسميه بأنه معرض مناضل، لأنه يساهم في خلق فرص الشغل وفرص الاستثمار في هذا الميدان الواعد الذي المغرب أصبح فيه بلدا رائدا على المستوى الإفريقي. وأصبح الاستثمار المغربي في أفريقيا يمر عبر خلق مراكز نداء واتصال في عدد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة. الآن في بعد 20 سنة حققنا جميع الأهداف بل وتجاوزناها، لأن اليوم ما يفوق من 500 مركز نداء واتصال يشغلون أكثر من 100 ألف شاب وشابة، ومداخله تصل إلى 16 مليار درهم تمر عبر لوفيس دي شونج في المغرب. حصيلة 20 سنة الحمد لله كلها فخر واعتزاز. نظمنا معرضا كذلك يلخص ل20 سنة في هذا القطاع، والآن نستقبل عدد من الدول الجديدة من بينها السلفادور، بلد صديق للمغرب، والذي سينظم فيه هذا المعرض، معرض سيكام، لأول مرة في القارة الأمريكية. وهذا فخر لنا واعتزاز، لأنه أول معرض مغربي ينظم في الخارج بطلب من دولة صديقة. عندي رسالة فقط للشباب، يجب على الشباب المغربي أن يزيد من طموحه وأن لا يستصغر هذا القطاع، لأنه بفضل قطاع مراكز نداء والاتصال كونت عائلات ومشاريع، والآن يوجد عدد من أرباب العمل في هذا القطاع كانوا سابقا يعني يشتغلون في هذا القطاع. الرسالة الثانية تخص اللغة الأمازيغية. نحن نفتخر أن هذا المعرض ساهم في التعريف بإمكانيات اللغة الأمازيغية في ميدان مراكز النداء والاتصال، والآن سيشتغل عدد من هذه المراكز في اللغة الأمازيغية لإعطاء هذه الانطلاقة وفرص شغل لشباب يعني يتمكنون من هذه اللغة. أدعو جميع يعني الحرفيين أن يهتموا بهذا القطاع، لأن مراكز نداء والاتصال لا تهم فقط الخارج، بل نحتاجها كذلك في سوقنا لحماية المستهلك ولإعطائه أحسن الخدمات عبر مراكز النداء والاتصال. فيما يخص يعني دور الإعلام الوطني والدولي في التجاوب مع هذا القطاع، قطاع مراكز النداء والاتصال، لاحظنا منذ البداية، منذ 2004، أن هناك اهتمام كبير فيما يخص فرص الشغل والتغطية، لأن مراكز نداء والاتصال تعطي تقريبا 250 فرصة شغل كل أسبوع، وهذا الرقم جعل أن هذا القطاع هو القطاع الأول المشغل على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي. الآن أصبحت عندنا في المغرب عدة قطاعات تتنافس، لكن يبقى قطاع مراكز نداء والاتصال هو الأهم، لأن محتوى الشغل فيه جد مرتفع.
فأتمنى الشراكة اللي عندنا في هذه الدورة مع تعاونية الصحفيين أن يكون بداية إن شاء الله ربما لخلق يعني قناة متخصصة في هذا الميدان، لأن كما قلت في المداخلة ما يزيد عن 1,000,000 شاب وشابة مروا عبر هذا القطاع، وكل عام تقريبا 50,000 إلى 70,000 شاب وشابة يمرون عبر هذا القطاع، وهذا جد مهم لكي يهتم به آباء وأمهات الشباب لكي يدفعوا أولادهم للاهتمام بهذا القطاع. الإعلام ضروري لقطاعنا لأنه هو القناة التي نتواصل بها مع الشباب ومع يعني آبائهم، فنتمنى أن تكون هذه بداية إن شاء الله. وأحسن مفاجأة اللي جاتنا هي أن الأمازيغية أصبحت لغة رسمية، بل أكثر من ذلك لغة التعامل، ونتمنى أن تكون مراكز نداء أن تشتغل في هذه اللغة، وأن نصبح مثلا مثل بلجيكا عند الفرنسية والفلامنية، نحن نكون عندنا العربية والأمازيغية. وأنا أراهن أن في السنوات القادمة غادي يوليو الناس ديال الدار البيضاء والناس ديال يعني الألبة غادي يبداو يدويو بالأمازيغية باش يبينوا بأنهم يعني بحال اللي قبل كانوا كيديروا بالفرنسيه وبالانجليزيه، دابا غتولي الامازيغيه هي لا لونغ دو سنوبيزم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.